فيديو جديد ومعلومة جديدة وخبر جديد من قناة كلام كل يوم. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. الممثلة المصرية القديرة رجاء الجداوي واحدة من قامات الفن المصري، والتي شهدت تطور الفن والدراما المصرية عبر مختلف مراحلها، حيث تجاوزت الأعمال التي شاركت بها لحوالي 300 عمل على مدار مسيرتها. بدأت التمثيل في عام 1958، تربت في وسط فني إلى جانب خالتها الفنانة تحية كاريوكا، فكانت بدايتها مع عرض الأزياء ومن ثم التمثيل على مسرح تحية كاريوكا، لتنتقل لتقديم المزيد من أعمال السينما والدراما التلفزيونية. بدايات رجاء الجداوي: ولدت نجاة علي حسن الجداوي المعروفة باسم رجاء الجداوي في محافظة الإسماعيلية بتاريخ 6 سبتمبر 1938. خالتها هي الفنانة الراقصة تحية كاريوكا. تركت أسرتها مع أخوها الكبير فاروق وانتقلت للعيش في القاهرة مع خالتها، وهناك التحقت بمدارس الفرنسيسكان وفيها تعلمت اللغتين الإيطالية والفرنسية، كما عملت في بدايتها في قسم الترجمة التابع لإحدى الشركات الإعلامية. بعدها عملت كعارضة أزياء، وفي العام 1950 تم اختيارها كملكة جمال مصر ولقبت بسمراء النيل، كما بدأت العمل في المسرح مع خالتها تحية كاريوكا. كل هذه الأمور كانت المفتاح لدخول رجاء الجداوي لعالم التمثيل من أوسع أبوابه. إنجازات رجاء الجداوي: نجحت رجاء الجداوي كعارضة أزياء بشكل كبير، حيث كانت تسافر لتقديم عروض الأزياء عدة مرات في العام، كما سافرت كمرافقة لرئيس الجمهورية المصرية عدة مرات من أجل تسويق القطن خارج مصر. عملت رجاء الجداوي لمدة 7 شهور في باريس كعارضة أزياء لصالح المصمم العالمي بيير كاردان. كانت أول مشاركة فنية عندما رشحها المخرج أحمد بدرخان للمشاركة في فيلم غريبة مع الفنانة القديرة نجاة في عام 1958. شاركت بعد ذلك في العام 1959 مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم دعاء الكروان، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب طه حسين، وقد حظى الفيلم بنجاح كبير حيث تم اختياره لتمثيل السينما المصرية في مهرجان برلين الدولي في نفس العام الذي عرض فيه. وشاركت الجداوي في العام نفسه في فيلم نور العين. عقب فيلم دعاء الكروان ظهرت الجداوي في عام 1960 في فيلم الكوميديا إشاعة حب مع الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنانة هند رسم والفنان عمر الشريف، وقد ساعدت لجنتها الفرنسية في ترشيحها من قبل المخرجين لأداء أدوار الاستقراطية، لكن سفرها الدائم بسبب عروض الأزياء كان يتضارب مع عملها في التمثيل، لذلك غالبا ما كانت تسند لها الأدوار الثانوية. ظهرت رجاء الجداوي في فترة السبعينات في العديد من الأعمال، وكان من أهمها فيلم مخلب القط وفيلم الضوء الخافت وفيلم الفرسان الثلاثة وفيلم القاهرة في الليل وفيلم معسكر البنات وفيلم بابا عايز كده وفيلم كرامة زوجتي وفيلم أيام الحب. كما كانت مرحلة السبعينات حافلة بالأعمال التي شاركت فيها رجاء، وكان من أبرزها فيلم أصعب جواز وفيلم زائر الفجر وفيلم على ورق سلوفان وفيلم أزواج طائشون وفيلم لا تبكي يا حبيب العمر وغيرها من الأفلام. وعلى الشاشة الصغيرة ظهرت هذه الفترة في عدد من المسلسلات، ومنها مسلسل القاهرة والناس ومسلسل أرض النفاق ومسلسل الهروب ومسلسل أحلام الفتى الطائر ومسلسل لحظة اختيار، كما شاركت في المسلسل الإذاعي البراري والحمول. تنوعت الأعمال التي قدمتها في فترة الثمانينات، وكان من أبرز الأفلام التي قدمتها في تلك الفترة فيلم من يدفع الثمن وفيلم موعد على العشاء وفيلم انهيار وفيلم حدودة مصر. وعلى شاشة التلفزيون شاركت في مجموعة أعمال كان من أهمها مسلسل أنا وإنت وبابا في المشمش ومسلسل
تزوج وابتسم للحياة ومسلسل أيام في الحلال ومسلسل يوميات امرأة عصرية وغيرها. وفي عام 1950 قدمت عملا هاما على المسرح وهي مسرحية الواد سيد الشغال مع الفنان القدير عادل إمام، وتم تقديم المسرحية على مدار 8 أعوام متتالية في بلدان مختلفة وتوقف عرضها في ذروة نجاح. قدمت الجداوي خلال فترة السبعينات عددا من الأعمال السينمائية، ومنها فيلم مراهقون ومراهقات، وفيلم سفاح في مدرسة المراهقات، وفيلم حنفي الأبهة وغيرها، كما قدمت العديد من المسلسلات في تلك المرحلة، ومنها مسلسل قصر فوق الرمال ومسلسل أبرياء في المصيدة وغيرها. وأعادت تجربة التمثيل المسرحي مع عادل إمام في مسرحية الزعيم عام 1993، والتي استمر عرضها لمدة 7 سنوات متتالية. خلال 10 سنوات بين عامي 2000 و2010 قدمت الجداوي مجموعة من الأعمال الضخمة والمتنوعة، وكان من بين الأفلام التي شاركت بها فيلم تيمور وشفيقة، وفيلم انت عمري، وفيلم بنور رقابة، وفيلم التجربة الدنماركية، وفيلم سهر الليالي، وفيلم السلم والتعبان، وفيلم ليه خلتني أحبك وغيرها. أما المسلسلات فكان منها مسلسل عائلة الحاج متولي، ومسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود، ومسلسل بشرة سارة، ومسلسل حق مشروع، ومسلسل أحلام نبيلة وغيره. بين عامين 2010 و2015 قدمت العديد من الأعمال الجديدة والمتنوعة، وأبرزها مسلسل تعيش وتاخد غيرها، ومسلسل شاهد إثبات، ومسلسل نونة المأذونة، ومسلسل غمضة عين، ومسلسل أريد رجلا. ومن الأفلام التي ظهرت فيها في تلك الفترة فيلم الثلاثة يشتغلونها، وفيلم كلبي ومفتاحه، وفيلم بنات العم، وفيلم هاتولي راجل، وغيرها العديد من الأعمال. شاركت بعد ذلك في أعمال كثيرة، ومنها مسلسل جراند أوتيل في عام 2016، ومسلسل حلاوة الدنيا في عام 2017. لم تشارك في أعمال رمضانية في عام 2019، وكان من المفترض أن تشارك في عملين يعرضان خلال الموسم الرمضاني، ولكنهما توقفا لأسباب لم تصرح عنها. وقدمت مسلسل شبر مية في نفس العام، لكن عرض خارج موسم رمضان. حياة رجاء الجداوي الشخصية: تزوجت رجاء الجداوي من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الراحل حسن مختار في عام 1970. أنجبت منه ابنة وحيدة اسمها أميرة. حقائق سريعة عن رجاء الجداوي: اكتسبت رجاء الجداوي اسم رجاء عند دخولها المدرسة، ونفت أن يكون اسمها الفني. صرحت أن أصولها تعود إلى مدينة ينبع غرب المملكة العربية السعودية، فقد هاجر جدها الثاني إلى مصر واستقر فيها. وصرحت أن لها علاقات واسعة داخل المملكة العربية السعودية. أسست رجاء الجداوي علاقات واسعة في الإمارات العربية المتحدة، وكان ذلك منذ أن شاركت في عرض أزياء في مدينة أبوظبي عام 1975. حصلت على وشاح سمراء القاهرة في كورنيفال حديقة الأندلس، والذي حصلت من خلاله على لقب ملكة حوض البحر المتوسط. وشكرا للمتابعة. في نهاية الفيديو، لو دي أول مرة بتشوفونا، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.